كارمن، مساء الخير وثانك يو سو ماتش ان انت النهارده رحبتي بينا، ويعني ان انت موجوده معانا النهارده في لايت شو. مساء النور، ثانك يو، ربنا يخليك. بما اننا بنعيش اجواء عيد الحب، انا دايما متعوده اول طلب اطلبه من ضيفي هو في الاول وفي الاخر، بس هو لازم هيعمله، فانا هطلبه معاكي في الاول. عيد الحب، ثلاث اشخاص كارمن سليمان هتختارهم توجه لهم ثلاث رسائل، بس رساله هتبقى اغنيه، ورساله هتبقى رياكشن، ورسالة الثالثة هتبقى كلمة. الثلاث أشخاص هيكونوا مين؟ ممكن اللي هي الأغنية دي يبقى زين. زين؟ أوكي. هتغني له إيه؟ سوسة 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 كف عروسة، سوسة واللي سقف يستاهل مني بوسة، يستاهل مني بوسة. يا بختك يا زين. مين هنوجه له كلمة؟ مين هنوجه له كلمة؟ مصطفى جاد. اوكي. اقول له ربنا يخليك لقلبي. الله، احلى كلمة. ربنا يعني يحفظكم، يعني ودايما بنسعد بجد بوجودكم انتوا الاثنين مع بعض وبتدعموا بعض، واكيد هيبقى لينا في لقائنا جزء هنتكلم فيه عن علاقتكم اللي هي ما شاء الله الحمد لله متميزة كتير. مين هتوجه له رياكشن؟ ايا كان الرياكشن ده. رياكشن؟ من غير ما تتكلم. نظرة، ابتسامة، تكشيرة، براحتك. ممكن اقول ايه، فرح مثلا. اختك. ماشي، ايه الرياكشن؟ يا لهوي، دي جايبة اخرها، انت عاملة فيها ايه؟ كارمن اصلا بتحب تحتفل من الاشخاص اللي بيحتفلوا بعيد الحب، ولا اللي لا مش ما كانتش بتحتفل، مش بتؤمن بيه قوي وشايفه انه مش محتاجين للحب يوم ان احنا نحتفل بيه ببعض او بالاشخاص اللي بنقدرهم؟ هو طبعا يعني مش لازم يبقى في يوم علشان نبين لبعض احنا بنحب بعض قد ايه، ولا ان احنا نحتفل ببعض او نخرج او نعمل اي حاجة حلوة تبسطنا. بس برضو لما بيبقى في يوم كده معين لحاجة زي دي، يعني بتبقي برضو بتركزي اكتر، تعملي حاجة حلوة كده. مصطفى بيركز؟ طبعا. مصطفى بيركز اكتر مني بكتير. بجد؟ بجد؟ لا احكي لي، يعني مثلا في مثلا مره انت تنسي مثلا، ولا يعني قولي لي من ساعه انتوا مرتبطين ببعض بقالكم قد ايه؟ ممكن نص كده، 2013 يمكن. طيب يعني بنتكلم اهو ما شاء الله تسع سنين، داخلين في تسع سنين. في تسع سنين دول مين فيكو نسبه كام في الميه مركز اكتر، اللي هو بيجيب بيحرص بالاحتفال بعيد الحب؟ خدي بالك في سؤال تاني، مين هدايا احلى من التاني؟ بس يعني انا ماشيه معاكي ستيب باي ستيب. احنا الاثنين يعني احنا في المناسبات بقى، في عيد ميلاد، فالنتاين، اي حاجه تقريبا، الحاجات دي كلها بنبقى فاكرينها يعني.